له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد احمد الله سبحانه وتعالى ان جمعنا على دراسه العلم الشرعي واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه ويجعل اجتماعنا هذا لوجه الكريم. الحمد لله نصلي كلنا نرجي الله تعالى صلوات ربنا سلام على نبي فيليهان محمد صلى الله عليه وسلم لان ان كان من قرابتنا سمي القاعده القيامه مولينيا الشيخ وقبلنا تو يسالك لك وقصرام سبول فالله تعالى قرنا ارجيتني في ارنتي كل سمان كتابي ما قدوه تعالى دين الله تعالى سرطا ومعيان مهينا كلس اخلاص ان بطي كنتي كنا تبيني قرنا سين الله سبحانه وتعالى نبدأ بإذن الله تعالى على ما أعلن الإخوة بمتن بدراسة متن الفصول الثلاثة. نعم. إن شاء الله تعالى لهم يا عدويني تنع كتانيو مقليلاي سن كتاب الفصول الثلاثة. لكن sawa hadith ba kun makabagtan na aw mga parakala mabayan ipadarra la amra awal yani nurid min al jami' an yutali'u matan al usul al thalatha asl kan an yahfaz min jami' al tullab lakin talama an al ba'd hadar wa lam yahfaz fa nurid yani qabla kull dars an turaji'u hadha al matan hatta ta'rifu الذي ناخذ يعني حضروا للدرس. نعم. بما ما بدو حديث مكة بكتنا أتوا. إني مغلي لاي. أمي مع سيلا مكة بس سين كita بسولة ثلاثة مالين كتلو بيا مع إني ريبيو هنديلا. سوبايا بيا مع كتوبا هم سين كita ني. كذلك يعني لا أحد يكتب أثناء الدرس بعد ان ننتهي من الدرس ان شاء الله تعالى تكتب فيما بينكم الفوائد ان شاء الله تعالى. نعم. اني كروا بركالا سبينا توقاتها اسابكم الشيخ مقليل اي لكتاني من جري مقصولات. صلوا من جرينا سجا كتاني مقصولات فما اوروس نبي ايات مقصولات ان تؤمنوا من كتب كمان نتوتين كما نعم. بلا التأدب بآداب طالب العلم. Ini kalau supaya kita maklaku tabiat ya semua tabiat semua menuntut ilmu murid. Yani terkena la'ib wa dha'if. Laisa supaya nato tinggal di pangkat tawa iman simpak lamu. Astahadun ma'al akharin. Ini kalau wa supaya nato tinggal di pangbisara iman simpak daik nato. Istimal jawan. Ini kalau supaya kita ni di umusal simsel pun asabu nag-explain. Iban sin magpatta. Naam, nurid an nantajib bi adab talib al-ilm fi hadha al-majlis. Wajib kita ni bi mga mangga yungkong halaku tabiat sin menuntut ilmu. Yabqa ma'ana al-musharaka fi ad-dars. Nurid an al-jami' yusharik ma'ana hatta walau kan yani bighayr al-lugha al-arabiyya yusharik. Al-muhim annana na'rif annahu yani wasalat ilayhi al-ma'lum. Wajib tingkatu tani uluma mutsiya Aunu unu napa ida nagawa niya. Umuyat bin kabayan si Chef. Minsan bukun na kuno bahasa Arab, amin lumamot kita ni mag-check participate. Aunu unu na yung nakuso na to. Itatifakna ala hali shurut ma'a shurut muhim jiddan wa huwa al-muawab al-hurur, yani adam at-tagayyub al-dars. Yani la ahad at-tagayyub wa la ahad at-akha al-dars. Naam. Was ding ha mga sarat na sabudyat to Naing kabayan si Sheikh pangonggeron daw tul si kita niyo na patatapon na to'y biyak mga paghadap na hindi umili kita niyo biyak mga pag-absent. Sabagin siya dito ito pakonsum da sumetuwi na. Ilektifakamadaan ng Diyos, inshallah ta'ala. Bang sa upangan niya, mawala na kamus ni Sarater to, tinatibang hibo, mayroong cellphone, mayroong camera,
magbisara, magtanda na kita. Very babae na kaong bias ko. Ang sabah. Ang lalaw, lalaw, lalaw. Eh, yung mga magbisara sumulang naman dyan si Atilam, yung mga patindukon at awa asuhul. Punishment. طيب قبل ان نبدا في دراسه هذا المتن لابد من معرفه امور خمسه. نعم. ادي بقيت اني وكفتن ناس الكتاب الاصول الثلاثه واجب نتو كاينتان لما باركالا. الامر الاول لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لنا قائل لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. لماذا لا ندرس مثلا فقه او نحو أو مثلاً علم كمبيوتر أو ما إلى ذلك. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ وأسلم فرقالا يأتوا واجب نتوقين تانين فنقدان فرقالا مما سبو ميتا كتا مغجي سي التوحيد دي تفاونا هوني فاق مغجي نهو أتوا دوائن علمو أتوا مغا فاق إني فاق مغجي سي مغا كمبيوتر يو ميتا يأتوا سبو يفاونا هوني التوحيد. من يعرف؟ يسيون مكاينات. من يعرف لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. لأننا طلاب. نعم، أولاً لأن الطالب لابد في طلب العلم أن يرجع إلى العلماء، والعلماء رحمهم الله أرشدوا أنه أول ما يبدأ فيه في طلب العلم علم التوحيد، نعم. إن جوابك ميتا فونان تي توحيد، سبب لو في شيخ كيتاني هو مريد. نعم مريد واجب نيابيع مانا أورولون aturan yutak si mga kaulama ng asawa beto wajib kita niyo umupi ang kakahinang nilayat to. Wa lianna na khulikna hatta nuhid Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian niya hanggang pia umpaw ng tawhid sabab pia panjari kita sin Allah ta'ala supaya ini manawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la akhbar Allah subhanahu wa ta'ala di amal illa bin tawhid. Di tayo maong sinallahu ta'ala ang kata na malibadat malingkan subay ang tawhid. Wala sul jinnah ilang wahid. Di makasood palam sunsuro ka imanun siya nagsisirik. Da'wat al-anbiya wa rusul alayhi wa salatu wa salam. In tawhid amunayan in dawasing kanabihan ibasing karasulan. Istakaral lang. Sabab si pagpangajis in tawhid tumatap in kasanya nga ibasing kanung lumsing kauman. Wal hidayat. Tumatap in hidayat din doon kayo mo. Wal tumanina. Iban, tumatap ng kahanong halawang sinatay mo, iwan sinamal ibadat mo. O sabab ni syafaatin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bangkaw na nga jisin tawhid, masyafaat kaw sin Nabi alayhi salatu wa salam. Bal, nahnu bihaja at tawhid, akbar ni hajat na nagpa'am o syarab. In hajat na to mga jipatawhid, labiring si pagkaon, iwan si pag-inom si kita niyo. Thumma, ila jahil na isan, o saan mabaran, وقال لأي أحد منا قال هل أنت موحد؟ ماذا تقول؟ وسأطامني يا أمم سبوكي إني قولي لي كويا أنك تتوهيد الله سبحانه وتعالى تقول لك جواب مكانيا تقول نعم أنا موحد إني جواب مكانيا يكتو قول إن أفوت تتوهيد كتوهن تقول طيب بين لي هذا التوحيد الذي اوجب الله عليك وعلمك انه لا يعمل اي لا يقبل اي عمل الا به ولا يدخل الجنه موحد، ما هو هذا التوحيد الذي تدعيه؟ نعم. نلامك اني انا بطر نلامك ابو امبغنان التوحيد كارنا بانكوي من التوحيد ديكو بسور سين الله سبحانه وتعالى ولم سين سرقا سرقا دي دي سبتي مؤمنا من عبادته بطر نلامك ابو فاذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام معنى هذا انك موحد. لو سوف من يعمل اليه لكويت من توحيد اتوا توحيد بما ان كويا سوى سائل فنوحيه الله سبحانه وتعالى بأسين فنوحيه النبي عليه الصلاه والسلام. واذا لم تعرف التوحيد وتقول لا ادري ما هو التوحيد معنى هذا ان شهادتك انك موحد شهاده سوء. Ang sautama niya ay ako muslim di mukaingatan, di mumalilay ipanawid, di pangganan tawhid, di mana yung pagnagsasin mo pa Allah subhanahu wa ta'ala pagnagsasin puti, umbunan. Umalfak, bayna hama o bayna muslim, laga na'if at tawhid. Ano yung pagbigdaan mo iman si muslim, nagsisirik pa Allah ta'ala?
بل أبو جهل رأس الكفر يعرف معنى لا إله إلا الله وهو كافر. وهناك ممن يدعي الإسلام ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. فأبو جهل في معنى لا إله إلا الله يعرف معنى لا إله إلا الله، هناك من يدعي الإسلام لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم يا أبو جهل كينا تنين معنى لا إله إلا الله سكري إني كو نكوكو لكو مسلم di mo kainatan nila ilaha illallah. Mas maingat pa kayo mo din, maingat pa kayo mo yung Abu Jahal. Sabi Abu Jahal, kainatan nila ilaha illallah. Ako mga manusia magdaawain sila Islam, sa kawa di nila kainatan ni mana sila ilaha illallah. Thumma ayma, daw jaa ilay insan, kala hal anta musyrik? Nah. Uhus ba ang sopana, dumatong kayo manusia, kasuhun mo. Kunin ikaw yan, nagsisirik pa Allah Ta'ala. Tapala, a'udhu billah, ana lasu mushrik. Mare ikaw mo kanya, bukon ako nagsisirik, bukon ako kapi. Tayyib. Yas'alaka, qul ma hadha ash-shirk alladhi harrama ma'rif? Ma huwa ash-shirk? Asuhun mo, unin pag na nagsisirik. Ang inyaram kay Muslim Allah Ta'ala hinamun. Tapala, aray, ijawab mo, di ko kainatan mamunin pag na nasisiri. Idan, la tadri ma huwa ash-shirk, fala'alla waqa' fi shay' min ash-shirk wa anta la tadri. Napagka di mo kainatan ng syirik, ada kala ini kau yan na kainan ng syirik, atawa ka kainan ng syirik, awayirun mo sa tiyan yan na naman. Idan, awjab al-wajibat, wa awal al-wajibat, ma'rifat al-tawhid. In panagnaan, amuin wajib ya wajib sin Allah Ta'ala, amunain umingat sin magtawhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadalik la wabud min ma'rifat asyik hatta la naqafi. Demikian ya wajib na tu ingatul in syirik hasupaya kita di makahinam iban makarukul kaniya. Nah, ada huwa al-amr al-awwal qabla dirasa. Limadha nadrus ikhtarna dirasat at-tawhid. Amuyan impanag na at parakala dahil ang mga sabab may ta'ta pangadjiw na at lawinin in tawhid. As-sual al-thani, limada akhtarna darasat hal al-matan, ay matan usul al-thalath? In pangasuhoy karuwa, may ta'ta pangadjiw in kitab al-usul al-thalath, ang imundang-undangan yutang katuyaw. Akhtarna darasat hal al-matan, liyan na natullah. والطالب لابد ان يرجع لطلب العلم الى العلماء الربانيين. نعم. ما انت تيمبي ان كتاب اصول الثلاثه كان ان كتاب المريد. المريد واجب يوبي هان ابن اورون ان اتوران يوتا كاتو تاليس من العلماء. الان تريد رجل ان يدرس الطب ويصبح طبيب. Kamana siya? Nang saupangan niya ang manus, yan mabaya siya ng doktor. Mabaya siya ng school doctor. Kung hindi naman niya. Yadhab ya, yishtari ba'a al-kutub o ba'a alat ng tib o yaftah ng hil o yaalit niya nas. Sahih? Oos, ang pa siya mami kitab, ang pa siya ba mga mag-rensin, uno-uno na ba mga tampat, oos ang pa siya makuha. Hindi na nagbasa sa deserto. Biasa na siya dyan, kitab. Ang pa siya nag-rin, yung mga pwesto niya. Bus makupat na siya. Isis may makupat mo ka niya. No. La, may mungkin. Labod na nangyay ang ahal ng tisas, ang atabga, o ya'arib mo tatalibat ang darasa, o edos, o ba'da hala, yung taba, o ba'da hala, yung tadabla, hatta, yung kong muhahal, o ya'arka ijaza ng tatlip, thumma ba'da hala, yu'arib. Na lang may pinkahalan niya mag-school doctor, di siya may nang doctor. Kana yung mag-doctor, subay siya maong pa mga amin doctor, amin course siya o mag-hindo ka niya, pag-uus ang pa siya mag-practice, pag-uus na pa siya dihilan ang amin pa mga may katarangan, in siya manjari na ang na-permit, di ba license niya mag-doctor. Kaya ang talab ang ilm, labod أن تسلك الطريق الذي سلك العلماء حتى تصل إلى ما وصل إليه. نعم. بهن نسب كنو إن بقطعتي
wajib na to uhulun intiranan diutang si mga kaulaman hasupaya kau yang mga dumagpak pa amoy karatungan nila yato hasupaya kau may nang ulam ay pesin sila الأمر الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المثل أي مثل الأصول الثلاثة نعم أميان إني كروا فرقالا هم كان ندوب فيه إيه كتاب الأصول الثلاثة الأمر الثالث ما هي الأصول الثلاثة إني كتو فرقالا فما شو أنو إنفقنانا الأصول الثلاثة الأصول الثلاثة باختصار هي عسل تطبق In kaupuhan sin al-usul talaga ang munahi pasualan sin dua malaika talong sin puhul sin kita ni. Yusa'al al-an al-ab fi qabri ammada. Man rabbuk, umadino, uman nabiyo. Hadhi al-usul talaga. Naam. Amuyan in kaupuhan sin al-usul talaga pangasubu sin dua malaika talong sin puhul asubuhun nila kau hisin Tuhan mo unin agama mo iban bang hisin nabi mo. Idan نريد أن ندرس أسئلة القبر هي الأصول الثلاثة نعم نبيعون مبايعنا تمجئون إبا سؤالا سن ملائكة ألم سكور أمون الأصول الثلاثة السؤال أو الأمر الرابع ما هي الثمرة التي ندريها من دراستنا لهذا المتن المبارك أو هناك من يقول هل هناك جائزة أخذها إذا درست معكم الأصول الثلاثة نعم أنه إن بيأ مغا بطي إبن سن بوما سن بقى مجئ نتوق سن أصول الثلاثة أتوا إسم أم مغا سبقار تنيم أنه مريكا با إدهانكو أتوا أوني برايس كمانكو مجئ أوني أصول الثلاثة أوني برايس كو نعم الجائزة والله أعلم أن الإنسان إذا تعلم الأصول الثلاثة أولا ثم عمل بها ثانيا ثم دعا إليها ثم صبر على العلم والعمل والدعوة بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر وهذه أكبر ثمرة ونعمة ولله الحمد نعم إن سلبك لك قبائد دهن سبق مجي على أصول الثلاثة والله أعلم بمسينا مجي سن أصول الثلاثة بقبوس ينقو تأنيا بقبوس نبدأ وسينا نوقتوا بقبوس نكسبر إن شاء الله تعالى ما كجواب سياسة فسؤالاً تتنيهن كان يسمى ملائكة لو سيكوهن الأمر الخامس على ماذا يحتوي هذا المثل المبارك أي مثل أصول الثلاثة نعم إني كريمة برقالة أنو إلو أنسي كتاب يو أنو إلو أنسي كتاب يو يحتوي على أقسام خمسة Ilun si kitab yaon, akaupuan niya lima parakala. Al-Qism al-awwal, al-Masail al-Arba'. In panagnaan, amunain, upat hukuman at upat parakala. Wa al-Qism al-Thani, al-Masail al-Thalat. Ini karo parbahagian, amunain, to hukuman at upat parakala. Wa al-Qism al-Thani, limada nadrus al-Tawheed. Ini karo, لوسين كتاب ما يتأ كتاب مهاجي سنتوحيد والرابع شرح الأصول الثلاثة إنك أبت مياء ليلة ينسن الأصول الثلاثة والخامس والخامس إنك لما أمنعي هنفسان سن كتاب المسائل الأربع إنك إيسان يبالك أنه ثم المسائل الثلاث إنك روى أموين أي فنقنا مسائل الأربع فتبركالة تسؤالا إنك دوان يوم Masail salat. Walimana nidrus tauhid. Kita tu minta kita mengaji si tauhid. Syarhan usul salata. Ini kaupat lila yang si usul salata. Semua khatim. Ini kan hukusan yang kelima, amulai kita hukusan si kita. Ini mukaddim apabila beda di terasa. Amuyani pamukalau, before kita ni lila yang si kita pada usul salata. Nah, man yu'id li hadha ladhi akhada. Isiu indi ikna mga kalimu bayat. لا لا ترجم تكون الإجابة باللغة العربية. أمين. نكوانا الهندو يسيب يا مما نكوان. بكون نكون واجب سوي اللغة العربية سبعة سنة بمسجد. نعم. طيب أقسام الأصول الثلاثة قلنا أقسام الأصول الثلاثة. أولا مسائل الأربع. المسائل الأربع.
الرسالة الثلاثة. ثالثا لماذا ندرس التوحيد؟ رابعا الشرع الأصول الثلاثة. والخامس الخامس فتح الله عليك. نعم ويانتو اللون سي كتاب لما بهاك كيسانيا أموئن لما حكومات أو قد حكومات مسائل الأربع نكر ومسائل الثلاث أموئن كو حكومات يتو إني كاتو لما بيتا كتا نيو مواجي سنتوحي أي كاتو سرح أصول الثلاثة فأوهوس بيتا كتا نيو مواجي سنتوحي إني نفسان نيا أمونائي نفسان سي كتاب. نعم طيب قبل هذا قلنا عندنا أمور قبل الدراسة منها نكواننا تهندون هذه بقيت أني ما كبقي ليش أصول الثلاثة أو ما أفرق على نسبت نتو برنا نعم ما هي مهم إحنا ما نسبت نعم السؤال الأول سألنا قبل الدراسة لماذا ندرس لماذا ندرس التوحيد هذا السؤال الأول والسؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن أصول الثلاثة Nah, kawan atau Hindu, pangan subuh mai tak kita niu mengaji sintauhid. Ini karua mai tak pini natuin kitab al usul thalath. Wama hiya al usul thalath al ikhtisar. Munui pangan usul thalath ang ina toko ania. Wana yasir al qabr. Ya jawaban na natu amunai pangan subuh sintau malai katalam sintau. Wassalam al qabr. ما هي الثمرة التي نجنا من دراستنا أصول الثلاثة؟ فما سوي كأوفات من بوما إيمان برايس بان كوما عجيس أصول الثلاثة والخامس قلنا التقسيم ومحتوى أصول الثلاثة نعم نكا لمن يا أموين بهاجي أنسي كتاب يأون إيمان بان كونو نماني بان جان هلوني نعم من يعني هذا المساعد؟ أنا لا Isipku nanti mau nama. Kau jawab dia tu, itu nasi putih. Hari kamu orang khamsa. Mana? Nah. Lima ada terus tauhid. Lima ada terus tauhid. Lima ada usul salat. Nah. الثمرة التي نجنيها من دراستنا أصول الثلاثة ما هي أصول الثلاثة باختصار والخامس فتح الله نعم أو يعطي الجواب كيف الجواب نيتو ميتا كتا مجلس التوحيد وكبوس ميتا نتو بني كتاب الأصول الثلاثة وكبوس Ini bang unu imbi ama price si masin bunga makawat datu. Us amilu si mga kita kalau kami si kita kan usul saya. Semalam itu dia ada masuk masuk ke dalam. Baik. Nabda bi idzin Allah ta'ala bil qasm al-awwal. Ma huwa qasm al-awwal fi hadha al-kitab? Tulim panagna an lu kitab. Sapur tendu. Kama ana aqsam. Ma huwa al-qasm al-awwal fi hadha al-matan? نعم المسائل الأربع المسائل الأربع إذا نريد ندرس الآن المسائل الأربع ما هي المسائل الأربع؟ المسائل الأربع جمعت في سورة العصر نعم إن بنتنا فنجيو سكتان يبيعون كتاب أمنا المسائل الأربع أبد حكوما حتى أبد فرقالا إن كأفأنيا إن أبد فرقالا فنجيو سكتان يبيعون أمنا إن بكر سن الله تعالى سورة العصر نعم المسائل الأربع جمعت في سورة العصر وهي العلم والعمل والدعوة والصبر علم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر أين أكون مقبل غنى غنى بس المساء سأكون نعم أولا العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر نعم Inupat para kala yaitu Engkau puannya amunnya suratul asar Ika isaniya Mengaji Bakuus Maghinang Bakuus Magdakwa Bakuus Magsaba Ina labud
أن تجاهد نفسك أول. جهاد النفس يكون بسورة العصر بالعلم والعمل والدعوة والصبر. نعم. واجب ناس بين مقاونهن جهاد النفس. Amunahin upat para kala nabang kila suratul asr. Ika isanya jihadun nafs mengaji kau. Bagubus ang kautaan mo in ilmu mu. Bagubus magdakwa kau. Bagubus magsabah. Ina. Labut awalan min al-ilm. Anna Anagnaan wajib kita niyo mengaji. Subay tuho daun ilmu. Qabla al-amal. Adi pa kau makahinang subay ko mengaji. Liana man i'amal bila ilm. Fi shabah bin Nasar. Sabab imma nga sila Muslim mag-ammal ibadat wa irupang hati aw piyak ang gilan ni Bansin Nasraniya. Wa man yata'allam wala ya'mal fi shabah bin Yahud. Imma nga isab taga panghati sa kawa di mag-ammal aw piyak ang gilan ni Bansin mga Yahudi. Idan, nata'allam awala. Sa inga sabab yan, wajib ka to mga jina. Fa ila ta'allam na na'mal. Bakita niyo na panghati ang gautaan na to ilmu na to. Wa idha amilna nad'u ila hadha alladhi ta'allamna wa 'amilna bih. Bang aw na panghati na to, daw si Sheikh. Muna mangaji kita niyo. Bang aw na ilmu na to ang gautaan si kita niyo. Bang kyang gautaan na to na subay kita niyo magdao. Daw si Sheikh si kita niyo wajib ang Muslim mangaji. Panagnaan mangaji siya. Bakus bang ona pang hati niya na subay niya ang gautaan. Bang kaya ang gautaan niya na o na ilmu niya wajib niya sa pasampayo. Na'am. Idan, al-ilm, thumma al-amal, thumma al-da'wa, thumma al-sabr. Na'am. Dahil ang sabot niya, ipanagnaan, mga kita niyo, bakus ang gautaan mo yung ilmu mo. Pag-uhus magdawa kao, pasampay mo pa kaimanan, pag-uhus magsawar ko. Ayun, sa ta'ala, magyakil kita o sunna. Nah. In ilmu pangadjiwan mo, uno-uno na ikirita sin Quran, iba sin sunna. Thumma tasta'in billah subhanahu wa ta'ala ala amal. Pag-uhus mga yuk kao, at aw mikitaram kao, pa Allah ta'ala bang man kao, tawbika na pag-amal ibadah. Thumma tad'u ila hadha alladhi ta'allamta wa 'amilt bihi. Bauus ang pagkaw, manawag tawag, magpasampay, maungkain mo, kiyatihan mo, ibasin kiyang gautaan mo. Liannana, idha lam nabda, bidawa al-kuffar, maada yasna'u ma'ana, da'awnahum ila al-baqir. Falabud an nabda nahnu bidawa. Na'am. Sabar bakita niyo puno di magdawa, di kita niyo kumagda magdawa, na hindi na mong kato sing kapir, sila in manaknak kato, abi-abi mong kita mong paagama nila. Ida, kan huna hufra fi tariq, wa yamshi hada, wa yakad yasqut fi hadhihi al-hufra, nunabbiha aw natruko. Nabang sa upama niya kung nakakita kita tao, nagpapanaw, sakali inahunahan ngayon ang lumak, uno patuntungan na to siya tawali. Labod na nunabbiho. Nawajib na ito siya patuntungan. Wa ila tarak niya ang sabak. Nabang na ito pasaran, mawulog maray, parang silunga. Nada. Na mawulog ya, ito rin nga sawag, at magdusa kita. Hala fi hafak at dunya, mabarak. O nahnu nara, an nas aw shakulu, kuwa fi hafak at nira, nabdohum wala wud. Nga. Bedi na maray, inda luma, haad daw kiyamat, naway pagduwa-duwa, labi awla na tuwa, suwik tanyo mong patuntungan niya. إذن العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. نعم. أرينا سببيان سبعي كتاني مغادي مقوس مقامل مقوس مقدعوة مقوس مقصبر كتاني نصبر على ما أمي بيا ما مقصبر اسم كتاني نصبر أولا على العلم فنبنا عن مقصبر كتاني وفقتنطط علمه نصبر على التعلم wajib kita ni magsabar menuntut ilmu. Athani nasbir ala al-amal. Ikalu wasubay tatap iman magsabar kita ni wapak amal ibadah. Ya'ni tata'alam al-mar'a al-an wujud al-hijab al-shari. Ino pama niya biya ang bangai mengaji siya bang deti natura sin pagtirong biyot ang sisara.
ثم عندما تعمل وتلبس الحجاب تؤذى. بقوس إن بابا إبان سينا هجابنا لغي لغي كل شيء. فماذا تصنع؟ تترك الحجاب؟ ومن هنا من سنبوا إبان سيود جدو من سنبق هجابنا تصبع على العمل إبان ينبق هجاب أتوى مكسبر سيابا كما لبادة يؤنا بق هجاب. ثم ماذا تصنع بعد هذا؟ تعلم الآخرين وجوب الحجاب. Oh, simba bayi bang saya nak hijab, nak wajib ni sebab Hindu ani dua ini bawa yang ini mak hijab. Jika labur min al-sabr ala al-ilm wal-amal wal-da'wah. Nah sebabnya, nak wajib tu kita ni mak sabar tuntut ilmu, bakuus mak sabar hapak amal ilmu, bakuus mana waktu wab, bakuus mak sabar. ما هو الدليل على هذه المسائل الأربع على العلم والعمل والدعوة والصبر؟ ما الدليل من الكتاب أو من السنة على هذه المسائل الأربع؟ ونقول الدليل سينامين أربع فرقالة نسبتنا له علم بقوس عمل بقوس مدعوة بقوس مصبر كل الدليل هذا من يعرف؟ الدليل سورة العصر فتح الله عليه إن دليل أمنائين سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر بالزمن ولله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم إلا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم إن دليل هات أمنائين سورة العصر إن الله تعالى نكبر من شاء والعصر إن الله تعالى سيما فسيها وقته إن الله سبحانه وتعالى مبايق بايق سيا كواياءنيا بمما سبحان ada pun kita niu di kita niu menjadi semua pemalingkan pa Allah bang kita niu semua pa pemarugai dengan Allah na nakapak syirik kita niu كل إنسان فهو خاسر ingkatan manusia nabak ila suratul asr yaun nak kaluian ولا أحد على وجه الأرض مسلم أو كافر إلا وهو يريد الربح ولا يريد الخسارة. نعم. سبب إن مانوسيا هلاو سينكو بيبيا أو مسلم نكا أو كافر دي سيا ما بايا مكة لوكي أن. واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم. آمين ويرهم كلا مدسن الله تعالى لنها ما مانوسيا لوكي إكاي سانيا آمن ننتظر علم. وعملوا الصالحات عمل. إيمان yang kau taannya in ilmu ini wa amil salihat nang maraya wa tawasaw bil haq da'wa wa tawasaw bil haqi nana wa tawab siya mutta agam islam wa tawasaw bil sabr sabr iman nana wa tawab siya amin papak sabaru idhan hadhiya al masail al arba amin in dalil si upat masalah nasabut si kita ni Malayari na kung kita ni Ongkaray, isarang po ko magtan na. Saan na kao kung lumagbo, ang malayari sa hindi kita ni Ongkaray. Dibiribiyon na ito, inagawa na ito yung doon, pagkos magkat na niya. Sabab na hindi ang makaingat, nasuhon siya. Alhamdulillah mga katotay ng hura na kung kita niyo, inapukuro na ito ini, hula Madina, hula si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wairun na kita ni magagato kaula si Rasul sallallahu alaihi wasallam yari na siya narigato inkuruhi din hamang makahat din hamang huru na ulit ang Madina na kay Hindu siya masidin na bawi din ha kapagbak ng muka 2006 nasa bilbiya ako nila sa katotaniyo kimita siya mali si kala si kita niyo sa tamag dawa na matarap isilay anak ako si mga sahabat yari dahil sila si Allah ta'ala Miyari wayon maksud magpatuntung ka na ala sa katutan yung katan. Dari nga sa babiyak to, magkamubaya mga suwa akida, insyaAllah ta'ala, direct na. Sabab, ito niya may masuok na. Oo. Naunulay niya pagduwaruhan si kita niyo. Di unulay sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiyari kita niyo. Na wayon lugay magdawa, magpasampay. Bukong bima na wayon ilmo, lugay ibisarang. Sabab, ipupus diyaon magpakuntul si Nakida. O, sabab, ang laraki Nakida si kita ni useless na ipagamalibala. Ang yan to, na rin ang sabab yan to, kamulya ni ikatutan yung katan. Kiyari siya din ang hula suci. Kiyari, isang biya mga kaunan na to, iniwala na tiluhala.
miyari ra ka to taniyo karna magpatuntong magpasampay sin ilmo. Dari nga sa babiyat to, nang sa upang na yung suog na to, umadir kung habara ang mga taguran sin kita niyo, bas na natin ako ula. Yung suog na to, natin niya nakalendo, nawasuman na to, bas sabab, in sila ini ang rin guru kaya pangadiyan sin kami, awala si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nari nga sa babiyat to murang-murahan, di magparticipate kita niyo, asubon kita biya namin may nagturawak, tindog siya ni Mania. Karena direct na sa ini, pagtututil mo si kita ni Biao, upo na YouTube, upo na Facebook, sa yari ka, tok miyari, inin live si Nubala Hayat to. O, oh, ninasalasal niya rin ang Makka, tapos naghijar si Mungkong Madina, yaw na siya rin doon sa ambil. Baad daw yan. Nari nga sa babiyat to, alhamdulillah, magsukultong pa Allah Ta'ala, galawa ikatong talim na kapagmalmata, iman siya ng mukuro ini, na hindi to matarang, kasi si Rasul sa Allah sa nang tinga jenis mula. Ha? Nabi ako niya rin, ikatong talim na bisita, na yaw natutudlog pa sa mimakuro ini. Pagkita niyo mga suhu, suway, wala pa suhu ilmo, upong biya mga asuhu rong pahit. Oh.